حقوق الملكية الفكرية لكل بني آدم أن أو يحق له أن يحتفظ بملكيته عن إنتاجه الإبداعي والفكري. حقي ملكي، عارف اللي اشترى عربية يعرف يحافظ عليه، لكن اللي عنده إنتاج فكري وإبداعي ده لازم نساعده في الحفاظ عليه. في المؤتمر الإقليمي الأول، وده مهم جدا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، بتنظمه وزارة العدل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. مدى أهمية هذا المؤتمر ومدى الحفاظ على الحقوق الفكرية لكل مبدع، لكل نشاط فكري وإبداعي، خد بالك نشاط فكري وإبداعي مش بس الأدب والموسيقى بتاع أي شيء، أي شيء خرج من هنا لازم نحافظ عليه. نحاول نفهم ده من الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، وأيضا الرئيس السابق لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أهلا بيك يا دكتور. أستاذ يوسف مساء الخير، ويعني أهلا بحضرتك ومشاهديك الكرام. أهلا بحضرتك، معلش أنا طولت حبتين وخدتني الجلالة ثلاث حبات، معلش. ولا يهمك. خليني هسأل حضرتك على إحنا في مصر بالتحديد قطعنا قد إيه من الأشواط في مجال الحفاظ على الحقوق والملكيات الفكرية؟ طيب، يمكن مصر الحقيقة من الدول القديمة جدا في المنطقة اللي بتحمي حقوق الملكية الفكرية. احنا عندنا الحقيقة قوانين من سنة 32 بتتكلم عن حقوق الملكية الفكرية المختلفة، سواء كانت براءات اختراع او علامات تجارية او حقوق مؤلف، تمام. والحقيقة منخرطين كمان في معظم الاتفاقيات والعهدات الدولية في حقوق الملكية الفكرية، وبالتالي احنا بنحمي حقوق الافراد من فترة طويلة جدا من الزمن. يمكن المؤتمر ده جاي على هامش الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية اللي تم اصدارها في اواخر العام الماضي، تمام. والحقيقة كمان جاي مهم جدا، لان النهارده يمكن حضرتك تتفق معايا انه التطور التكنولوجي الكبير جدا اللي احنا بنشوفه، سواء كان على صعيد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، سلاسل الكتله، الان اف تي، كل التكنولوجيات الجديده دي الحقيقه بتخلق بعض التحديات لحقوق الملكيه الفكريه، وبرضه يعني من الممكن انها تبقى واحده من المزايا اللي يعني بتقدمها لبعض الافراد. يمكن المؤتمر على مدار يومين وبكره اليوم الثالث بيحاول انه يغطي كل النقط المختلفه. بنحاول كمان في المؤتمر في الجلسات، وكان لي الشرف الحقيقه ان انا اكون يعني مودريتور لاول جلسه في المؤتمر، ازاي نقدر اننا نستخدم حقوق الملكيه الفكريه في تعزيز الاستثمار والاقتصاد ورفع قدره المشروعات الصغيره والمتوسطة في الحياة الاقتصادية المصرية، خصوصا مع الأزمة العالمية الحالية. ويمكن كمان على الصعيد الآخر عندنا بعض الجلسات اللي بتتكلم على يعني البيئة القضائية المحفزة لحماية الملكية الفكرية. عندنا الجزء المرتبط الحقيقة كمان بنشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية المختلفة، وخصوصا وإحنا بنتكلم عن حق المؤلف ودور بقى صناعات النشر ويعني الصناعات الثقافية بشكل أساسي، باعتبار أن مصر الحقيقة من الدول الرائدة واللي عندها ميراث يعني ثقافي وفني وأدبي ضخم جدا محتاجين أننا نحميه، وخصوصا وإحنا بنتكلم بقى كمان على يعني دخولنا في عالم الميتافيرس ويعني استخداماتنا لتكنولوجيات مختلفة، من الممكن أنها تبقى بتطرح بعض التحديات على حماية المصنفات بشكل أساسي، وخصوصا في الجزء المرتبط بقرصنة الأعمال الرقمية. يعني حاولنا برضو في المؤتمر أننا نتعرض زي بالظبط ما التكنولوجيا من الممكن انها تبقى يعني فيها تحدي بالنسبه للقرصنه، انما كمان الادوات التكنولوجيه
النهاردة أصبحت متاحة لأننا نقدر أننا نحمي بيها المحتوى الرقمي ونتتبع الأعمال المقرصنة على شبكة الإنترنت وفي شبكات الاتصالات المختلفة. عظيم جدا. طيب هل أنا أقدر أقول أن أنا ترتيبي في حماية هذه الحقوق والملكيات بدأ يتقدم يا دكتور؟ طيب يعني خليني أقول لحضرتك، لأنه مسألة الملكية الفكرية الحقيقة فيها مجالات كتيرة، زي ما قلت لحضرتك في البداية احنا عندنا براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وخلافه. بالتأكيد أنه عندنا بعض التقدم في بعض النواحي، تمام، عندنا انحصار في التقارير الخاصة بالقرصنة على المصنفات الأدبية والفنية، عندنا زيادة في أعداد تسجيل العلامات التجارية زي ما أشار الحقيقة معالي وزير التجارة والتموين وهو بيستعرض جهود وزارة التموين في حماية العلامات التجارية. إنما يعني خليني برضو أقول لحضرتك إنه مازال فكرة البحث العلمي وبراءات الاختراع محتاجين أننا يعني نأكد عليها بشكل أكبر، محتاجين أننا نرفع الوعي لدى الشركات والمؤسسات بأهمية حماية الابتكارات والإبداعات المختلفة علشان نحاول أننا نزود عدد الطلبات اللي بتقدم وبالتالي نحسن من المؤشرات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية في مصر. وده الحقيقة بينعكس بشكل أساسي على جذب الاستثمارات الأجنبية وإرسال إشارات إيجابية جدا لأي مستثمر حابب أنه يجي يستثمر في مصر، وخصوصا أنه حقوق الملكية الفكرية داخلة في كل مجال من مجالات حياتنا، وبالتالي ما هياش موضوع رفاهية انه مجرد ان انا بحمي الـ يعني الانتاج بتاعي لاهداف يعني معنوية او ادبية بحتة، انما هي كمان ليها بعد اقتصادي ومالي كبير. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، أيضا الرئيس السابق لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.